غير مسلم، مسلم ومسيحي، مسلم ومش مؤمن خالص، دي مش قضيتنا. ان هو ليه مكان هنا وليه زيه زينا، انا متاكد وواثق تماما من النسيج المصري وبالاجراءات اللي احنا عملناها واللي مستمرين نعملها. بالمناسبه احنا محتاجين ان دايما نعزز هذا النسيج، محتاجين نتحرك دايما عشان ان كان هو قوي نزيده ايه؟ نزيده قوه، وما نسمحش ابدا بحد ان هو وما نتكسفش واحنا بنتكلم، نتناول القضيه بمنتهى الاريحيه. ليه؟ احنا مواطنين ودي دوله قانون، واللي اللي هيغلط هيتحاسب من اول انا، من اول انا كلنا نتحاسب.